Angel Falls became a beautiful backdrop and نطلع بقى الى الفضاء والسباحة في الفضاء. القفز والسباحة في الفضاء. Tom's skills were tested again in 1997 when former president George Bush went skydiving. الرئيس السابق جورج بوش. It was a personal mission. من عاشقي هذه الرياضة سباحة الفضاء. واسمه مكتوب على الهلمت. بتقول له ما تتخطش وما فيش حاجة لأن هو بقاله مدة ما عملش هو كان بيقفز بالباراشوت قبل كده ودلوقتي في هذه السن أهو الرئيس السابق جورج بوش أهو وراسه اتخبطت في حرف الطيارة وبينزل مع المجموعة سكاي دايف سباحة الفضاء. اللي على ظهرهم ده الباراشوت اللي بيفتحوه قبل النزول للأرض بحوالي 150 متر. He's no stranger to the sport of skydiving and its more radical cousin, سباحة الفضاء. أهو بما فيها من مخاطر. شوفوا بقى حضراتكم ازاي خبط في الصخرة او في الجبل. كل حاجة ولها مخاطرها طبعا. There's actually many times that I've refused on assignment to do certain things because of the dangers. شوفوا حضراتكم الخطورة هنا ازاي؟ الخطورة. ونيجي بقى هنا لجاكو الثعلب. ياه الحمامة ويعني يا دوب قدرت تنفذ منه وعمال يعمل في فمه بيلاقي مفيش لحم ده شوية ريش اللي هو مسكها وبيعيد الجولة تاني. اهو الجاكو هو التركيز والحمامة ببراءتها بتشرب. يا خبر من السرعة الكاميرا ما جابتهاش لكن جابت اهيا الحمامة وهي في الفم بتاعه. While the jackal feeds, the other doves can drink for a while in safety. والحمام التاني بيشرب عادي ولا اكن حاجة حصلت. الحياة بتمشي طبيعية جدا لان العملية دي بتتكرر كل يوم. He'll soon have to be careful where he hunts. يقف يصطاد من على حرف البحيرة والحمام بيشرب مية وهي عضة واحدة الحمامة بتنتهي وبتموت ويبتدي يتغذى عليها زي ما حضراتكم شايفين والخيال بتاعه باين في أسفل الشاشة. وهنا بقى الـ 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 الاختفاء والتموين. The unbroken reaches of the desert seem to offer الصحراء in the way of protection or places to hide. طبعا ده سلاح التمويه ده سلاح قوي جدا شوفوا بقى التعبان ده ولونه حضراتكم بيعمل ايه الاختفاء هنا بيعمل ايه عضلات ولا انقباضات عشان ينزل بجسمه جسمه كبير هيخبيه ازاي فطبعا يلف جسمه كده وشوفوا تك تك يفضل نازل كده بهزات وهزات معينة لغاية لما ينزل في الرمل ويختفي في الرمل ما يبقاش باين غير رأس التعبان بس. اهي. وادي السحلية. ادي شوفوا مش باين اهو ان في تعبان لولا انا قلت لحضراتكم والشاشة جت كده هتقولوا ما عليهاش حاجة. لكن طبعا ده عليها قصة بنحكيها اهو. وادي السحلية حاسة ان في حاجة اهو ابتدى يجي لها توتر عصبي. عايزة حبوب مهدئة. وادي الانطلاقة اهي. شوفوا بقى حضراتكم اهي. ياه ألذ أكلة بالنسبة للتعبان الضفادع والسحلية وادي السحلية اهي وعايزة تموت بقى من يعني تموت بسرعة مش عايزة عذاب في الموت وهنا في الأعماق برضه نفس طريقة التخفي بتاعت التعبان برضه هنا حد يقول إن هنا في سمكة في الرمل مفيش حاجة لكن أهو وبتتنفس وعينيها الاتنين دول البارزين في منتصف الشاشة ولا حد واخد باله خالص يعني اللي بيفتح التلفزيون دلوقتي هيفاجئ والعينين عمالة تلف يمين وشمال لكن الجسم كله مدفون في قاع المحيط Its flattened appearance may be unusual but it works superbly in these surroundings اهو بتختفي بجسمها تماما وعينيها بس اللي هي بترصد الفريسة اللي هي عايزة تكوهي يعني حتى السرعة ان الكاميرا ما بتجيبهاش ما بنشوفهاش وهي داخلة بقها لكن اهو قدام حضراتكم وبتاكل الفريسه بتاعتها
لا جهد ولا حاجة. هي عملت يعني أستاذة ورئيسة قسم في الاختفاء. In a very different sort of marine habitat, the creatures have adapted accordingly, hiding among the abundant sargassum seaweed. هنا هنشوف بقى الكائنات بتولف نفسها ازاي علشان التمويه حماية لحياتنا. هنشوف مناظر هنا في قاع المحيط الحقيقة غريبة جدا جدا جدا. Over the millennia, some startling mimics have evolved among both predator and prey. This shrimp fits in quite well in its environment. هذه الجمبري اهو. وبنشوف البيئة بقى المحيطة هنا وايه هنا الذكاء في درجة الاختفاء عن المهاجمين. The frogfish, however, is one of the best when it comes to camouflage and makes quick work of the more obvious shrimp. شوفوا السمكة هنا متخفية ازاي؟ بألوانها وعاملة ايه؟ تبان انها مش سمكة، انها نبات عشبي في قاع المحيط. وخدت الجمبرياية وكلت. يعني الجمبري ده طبعا من الغذاء الغالي جدا، لكن في قاع المحيط كله يهون وكله يرخص للأقوى والأصلح. The crab is not naturally well camouflaged. الكابوريا هي بتروح بتحط فروع اكنها ديكور نباتية على ظهرها علشان وهي ماشية ما حدش يحس بيها ابدا. World of do-it-yourself camouflage, this crab is a master. بتوضب اهيا زي ما يكون واحد صنايعي حرفي وعمال معاه العده وعمال يشتغل. Stinging cells of the anemone will offer an extra measure of protection. بايديها هي وبتحط حاجات على ظهرها وعماله شغاله، يعني شغاله تمام يعني. بتحط حاجات نباتات على ظهرها اهي عشان تغطي ظهرها. ولا بقى كسلانه وتقول انا لسه بقى ده انا ايديا مش هتطول، ده انا يجيني جزع في ايديا خليني كده، لا هتتاكل. فلازم هنا الحياه حب الحياه. Approaches its costume drama with surgical precision. Carefully shaping a section of sponge. The crab then holds it in place on its back with a specially designed set of legs on top of its shell. تقطع في حاجة من الأعشاب اللي في الأرض وحطتها على ظهرها علشان تعمل تمويه لنفسها إنها ما تبانش، وابتدت تمشي والشيلة اللي هي شايلها دي على ظهرها. يا ترى الشيلة دي تقيلة ولا خفيفة ولا لغاية إمتى؟ محدش عارف. ونيجي بقى للكائنات بقى هنا والاختفاءات اللي في قاع المحيط. No other fish are quite so lucky. السمكة بتستخبى فين؟ وسط الأعشاب بصورة. Even more bizarre is the spectacle of the rainbow sea slug at the Pacific coast of North America. ونشوف حضراتكم ده كائن It creeps over مائي. To a tube dwelling anemone, which resembles a green palm tree rather than the animal that actually is. من هذا الكائن. The anemone is the sea slug's only food source. والغذاء الوحيد بتاعه هو اللي احنا شايفينه على الشاشة. يعني هي الفروع اللي احنا شايفينها دي ده غذائه الوحيد. شوفوا الكائن الاحمر ده وازاي يحصل على غذائه الوحيد اللي بيحفظ له الحياة.
اوله فين الكائن ده واخره فين وبيعمل ايه. سبحان الله في مخلوقاته. يعني اللي احنا شايفينه ده مش حاجة عشوائية كده شايفينها، ده ضربة واحدة جاب الفريسة بتاعته زي ما هو عايز بالظبط. كائن لا لولا أول ولا آخر ولا بداية ولا نهاية ولا إيه ده؟ إيه الغرابة اللي احنا شايفينها قدامنا دي؟ As the slug feeds, it absorbs. بياخد غذائه أهون. Which will grow back its crowning glory. The stinging cells are transported to the feathery tips of the sea slug's body, where they will repel attackers. This strange creature of the sea has acquired a meal and an effective deterrent. بيتنفس وبياكل وبيشرب وبيحيا، وعشان كده خصصنا له صفحة من صفحات مواقف وطرق. يعني حاجة ممتعة قوي. احنا نعرف السباحة في المية، لكن السباحة محترفي السباحة في الفضاء اللي هم بيقولوا عليهم السكاي دايفرز، حاجة جميلة جدا انهم يرموا نفسهم من الطيارات ويكلموا بعض وهم بيعوموا فعلا في الهواء، وبيعملوا تشكيلات رائعة، تشكيلات جميلة جدا. ويعني شباب بيلاقي نفسه الحقيقة ان هو يقوم باعمال ما فيش حد كتير غيرهم يقدروا يعملوها، مش بس السباحة في الفضاء والتوافق في زمن قليل جدا انهم يعملوا هذه التشكيلات ويكلموا بعض ويتقنوا اداء هذه التشكيلات في الهواء على ارتفاع 3000 قدم واكثر. ودي رياضة معروفة قوي في اوروبا وفي امريكا، وبتاخد الحقيقة من طاقات الشباب وبتشبع حب المغامرة عندهم بطريقة منظمة وبطريقة يعني مثيرة جدا، تخلينا احنا كمان نتابع كل حاجة بيعملوها اللي اسمهم السكاي دايفرز. طبعا هنا بنقول بقى ان الذكاء بتاع الثعلب اللي هو فصيلة الجاكو وهو بيصطاد الحمامة وهي بتشرب، يعني الفقرة الحقيقة مش محتاجة لتعليق، لان الغاية تبرر الوسيلة هنا ان هو علشان يأكل حمامة ازاي يعمل التوقيت بتاعه ازاي وهي